صرنا شي 4 أيام من وقت الزنزال بالليل، طلعنا الصبح بكير وقعدنا هون وشعلنا نار. أول شي الأول شي الحمد لله على سلامتكم جميعا. أنتم كلها تكون عائلة واحدة قرايبين؟ يعني في عالم انهدت بيوتها، عملنا لهاي الخيام هون وقعدوا فيها. ليش ما عندكم خيام نظامية وصلتكم من آفاد أو من مراكز تانية؟ في عالم مسجلة على خيام عساس، مسجلة الزلمة ليكو بصيف، طلعنا من تحت الإنقاذ هو ومرته بعد 2.5 ساعات وسجل ليك على هذه كمان هون، يعني شيء حالي يرسلها. عرفت هذا الشادر قاعدين فيه انتو؟ هذا قاعدين فيها الحرمين اللي طلعتي وجوزها واولادها 2. عرفت علي شلون؟ ليك على القعدي، بس جوا برد بيتدفوا، لكن على النار اذا ناموا بيفوتوا بيناموا فيها جوا. شوف تفرج على فوق الشادر كيف بنوقف، اذا نزل مطر بنروح بحالنا نحن. شوف كلهم بخوش من فوق ومنقوب. صلكم هون 4 أيام؟ أربعة أيام. يعني من اول من ليله الزلزال على الخيام كلياتها ما يعني حطيناها شكل مبدا الى العالم تتقوى فيها. هاي كان فيها امبارح 40 شخص. اول شيء تعرفني على اسم حضرتك؟ احمد. احكي لي انت كيف انصبت بالزلزال؟ كنت عم تهرب ولا كنت عم بهرب؟ كنت طالع من البيت، انا نزلت برات البيت، وقع علي الحيط والباب. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. الحمد لله على سلامتك. هلا كيف الوضع؟ الحمد لله بخير. وين اسعفوك؟ ما كانوا يأسعفوني، تميت 4 أيام وبعدين رحت. أنا عملي 12,000 كلفت ويتيم الأب. أهلك وين؟ أهلي هون. أهلي ليك؟ والدته هاي ووالده متوفي من 11 سنة. توفى والدك بسوريا؟ إيه بالحرب. الله يرحمه. تعيش. هلأ شلون بيتكم هون بالإصلاحية؟ بيتنا نزل على الأرض. ما في بيت؟ ما عندنا. عايشين بهاي الخيمة كل هاي الخيمة كلها تكون عايشين فيها مع بعض؟ إيه. 25 شخص. كم شخص عم تناموا هون؟ 25-30 شخص هون يعني بالخيمة. مثل هون 7-8 تنفوس عنده. هذا خيمي، هالحرمي هاي اللي هبط بيته خيمي. عرفت علي شلون؟ إيه ابو كمان هذول اللي هبط بيتهم راح اخيو تمينا 3 ساعات نطالعهم كمان خيمي. إيه العالم كله هسه هلا في حرمي ارملي وهاي كمان جاي هلا. ليكو هاي اغراضهم. عرفت علي شلون؟ هاي اغراض هذول الجماعة. هاي يعني كمان 3-4 عائلات هلا. في واحد اجاني هلا قبل 5 دقائق لا خيمي اخ اغراضه وراح.